أحسن الله إليكم سماحة الوالد. تقول السائلة: سافرت في رمضان وأفطرت وقضيت ذلك اليوم في تقول أحسن الله إليكم: سافرت في رمضان وأفطرت ثم قضيت ذلك اليوم في شوال، فهل إذا صمت بعد ذلك الستة من شوال أدخل في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال لكوني أفطرت يوما من رمضان؟ لكن صامه، إذا صامه صام الست بعده صدق عليه الحديث، انطبق عليه الحديث أنه صام رمضان وأتبعه ستة من شوال. إنما الخلاف لو صام الست قبل القضاء، هذا محل الخلاف، والأرجح أو الأفضل أن يصوم القضاء أولا ثم يصوم الست. نعم.